للأسف الصورة اللي معانا النهاردة مش زي كل حلقة، صورة غير سعيدة، صورة للحدث الصعب اللي حصل امبارح وهو انهيار مدرج حديدي في صالة حسن مصطفى على الجماهير وهم بيحضروا مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في بطولة كأس السوبر لكرة السلة. حادثة صعبة ومؤلمة، لكن الحمد لله انه ما حصلش أي حالات وفاة، وطبعا كلنا بنتمنى الشفاء العاجل للمصابين من جماهير الاتحاد، لأن المدرج اللي وقع كان ناحية جمهور الاتحاد، يعني قدر الله وما شاء فعل. فعلا حادث صعب جدا، بس الحمد لله هند، الحمد لله وزارة الصحة امبارح طمنت الناس على صحة المصابين وقالت ان الاصابات كانت ما بين كسور ونزيف، بس الحمد لله ما حصلش اي حالات وفيات. ربنا يشفي كل المصابين ونتمنى لهم الشفاء العاجل، واحنا متاكدين ان اسره النادي الاهلي هتفضل معاهم طبعا خطوه بخطوه، زي ما شفنا امبارح العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداره تابعوا مع المصابين بسرعه جدا في مستشفى 6 اكتوبر عشان يتلقوا الرعايه الطبيه اللازمه. ربنا يشفي كل المصابين ونطمن اهلهم عليهم.